اول سؤال طرح هو مصر كانت بتلعب بخطه ايه اصلا يا خليفه؟ احنا بنلعب 4 4 2 ولا 4 3 3 3 دايما بتاعت وهي يعني حتى برضو كان في اقتراحات بان احنا نلعب خمسه، وانا انا ضد فكره اللعب بخمسه في كل مباراه صعبه يعني. دي احنا التحول بشكل كبير لخطه مختلفه كده في وسط بطوله انا مش مؤيد ليه ابدا. احنا لعبنا كانت في اصلا حد من المحللين الاوروبيين بيقول لك ان مفيش فريق عمره بيلعب بثلاثه مدافعين خد بطوله دوري ابطال اوروبا. ده كان في تحليل كسر، لا بس تشيلسي تشيلسي كسر، مش عارف اذا كان في حد قبله ولا لا، بس تشيلسي كسر القاعده دي بعد كده. لكن في النهايه احتاج لها ترتيب كبير قوي عشان تلعب، مش تتحول في وسط خطه. احنا اصلا في الخطه الاساسيه بتاعتنا عندنا يعني لسه اللعيبه مش حافظه الخطه 100% وكده، فاحنا الى حد كبير لعبنا بطريقه مصر بقى لعبت 4 4 2 و 4 3 3 لعبنا خليفه ما بين زي ليه بقى؟ ليه؟ احنا وقت الدفاع في الاول، احنا الاول الخطه دي تقريبا هي بنفس الفكره دي بالزبط. وقت لما تكون الكوره مع كوتيفوار في المنطقه دي في نص ملعبها بنلعب 4 3 3 صريح، عمر مرموش بيضغط في المنطقه دي بالذات، يعني هو احنا اغلب الوقت رقابه مناطقيه، مفيش راجل لراجل في اغلب لعيبه، في طبعا بقى راجل لراجل في بعض اللعيبه، انا بتكلم في بناء الهجمه ما طبعا فتوح حبيبي وكده، بس انا اقصد هنا ايه، هتلاقي هنا كونان فاتح الملعب شويه، صلاح ضغط في المنطقه دي، يعني الكره مع قلب الدفاع هنا، ده واحد بيراقب صلاح بيراقب هنا السلسله دي، والناحيه الثانيه عمر مرموش ومصطفى محمد دايما مع سيري اللي كان ده من التميزات اللي عملها مصطفى محمد في المباراه دي، لان سيري لعيب كويس، سيري كان مرشح لبرشلونه من بالزبط. الناس اللي كانت يعني ايه يعني كوت ديفوار بيعتمد عليه جدا جدا يعني، فمصطفى كان مركز جدا معاه، ودي حاجه تحسب لكيروش اللي طبعا. هو درس كويس النقطه دي، واللي هي الفكره اللي كانت غير مكتمله وكانت متطرفه شويه في مباراه نيجيريا اللي هي يعني ايه حل عديد من المهام الدفاعيه لمصطفى محمد لحساب ان انا هاخد محمد صلاح لتفريغ المهام الهجوميه، اتعملت بقى المره دي بشياكه وحرفنه فعلا بالزبط. لانه بعد ما الكوره بتتنقل لنص ملعب الثاني كوت ديفوار، اللي بيحصل لمصر بتتحول للعب 4 4 2 فلات، 4 تقريبا على خط واحد الى حد كبير، عمر مرموش بيكون اللاعب الرابع، هو اللي بيطلع يفتح هنا عشان خاطر يساند فتوح مع قدام بيبي وسيرجي اوريه. اللي بيحصل هنا ايه بقى؟ مصطفى محمد حتى لو الكره جت يمين صلاح تقريبا مش بيشارك الا في المنطقه دي بس، هتلاقي مصطفى محمد هو اللي بيلف في المنطقه دي حتى لو سيبنا كل الكلام ده هنا، هو يحتفظ بتسعه تحت الكره، فكان ده مصطفى محمد مقابل ان صلاح يبقى مفرغ شويه مفرغ للفكره الهجوميه، ان انا ما اخد الكره بقى ما اخد الكره يبقى صلاح موجود. هنشوف اللي شفناه دور صلاح في المباراه دي هجوميا كان تحفه خرافي طبعًا. يعني مش بس مجرد لاعب بتاع لقطه، لا ده لاعب بيتبني عليه اللعب بشكل كبير. فتحولنا بنتحول لطريقه 4 4 2 فلات الى حد كبير، لعيبه تقريبا على الخط واحد، يمكن شويه حمدي فتحي بيسقط شويه، لكن عمل مباراة كبيرة جدا لحد كبير احنا عليه بنلعب في عمل حمدي فتحي لعب مباراة افضل بالزبط. كتير مباراة نيجيريا طبعا ما فيش كلام يعني، وكل لعيبتنا بصراحة لعبوا مباراة كبيرة. النني هو اللي بيدافع على الجانب ده، هو اللي لعيب رغم ان هو لاعب خط وسط في قلب بيتحول للاعب على الجانب الايمن. تعال نشوف الكلام ده بقى على ايه، على ورينا قدامنا في الملعب بالزبط. مش بس على التكتيكال باد اللي ممكن ايه نسرق فيها شويه. تعال نشوف ايه اللي حصل في الملعب. حصل في الملعب خليفه نفس القصه اللي بقول لك عليها، واحنا بنبني اللعب عندنا مصطفى فتحي هو اللي بيساهم في اللعب بشكل كبير، مصطفى محمد اسف، وبنتحول ل 4 4 2. طبعا دي عمليه انتقال عمر مرموش ان هو يبدا يقفل الجنب ده عمر، يعني انت هنا طبعا هنا ده هنا بيبي، فبالتالي الباك هو عمر مرموش مركز على الباك، باك لسه ما طلعش فانا لسه مستمر معاه. عمر مرموش هو حجر الزاويه ما بين انتقال الخطه من 4 3 3 ل 4 4 2، وده عندنا برضو جزء مخصص زي ما انتقدنا عمر مرموش في المباراه دي، تضحيات بدنيه غير عاديه غير عاديه، وهنتكلم عن النقطه دي. فهنا النني بيميل شويه يمين، صلاح بره الكادر اصلا لان هو كان دفاعيا، هو صلاح يعني ما انا بقول لك الفكره التي كانت متطرفه في مباراه نيجيريا ان هو يلعب راس حربه، ومصطفى محمد اليمين كانت هنا معموله حلوه مظبوط، ومصطفى فتحي بيتولى فكره اللعب. مصطفى محمد مش عارف ليه مسرع مصطفى فتحي، مصطفى فتحي شغل بالنا الاسبوع اللي فات شويه. خلاص يبقى 4 4 2. تعال نشوف اللقطه اللي بعدها، هنا عمر مرموش يطلع تاني يضغط على الباك او يضغط على اللاعب حتى خط النص، المهم ان بيبي لوحده طالما مفيش لاعب اخر معه، عمر مرموش ملتزم بال 4 3 3 كمل، واخد بالك ان مصطفى فتحي على بيبي يعني مصطفى محمد مصطفى محمد متراجع مش متقدم، هو مركز مع الارتكاز اللي هو مين اللي هو سيري. هنا عمر السليه في عمليه التحول دلوقتي التدريجي ل 4 4 2 اللي بنتكلم عنه، كمل كده على طول. هنا برضو كان بناء اللعب في البدايه خالص نفس القصه، محمد صلاح شايف التغطيه المناطقيه اللي هي ايه خليفه، ضغط عالي وبعد كده مش عالي قوي يعني، ضغط هو ضغط عالي بس مش اجريسيف يعني محاولات يعني انتجت كره. على فكره الكره اللي شاطها عمر مرموش كانت نتيجه ان انت بتستنى ان هو يغلط طبعا وبعد كده ترجع للميديم بلوك بتاعك. بالمناسبه محمد عمر مرموش في الكره دي
كان ممكن يمرر صلاح في ظهر بيلي، لكن برضو التسديده عمتنا عن اللقطه دي. لكن في كذا لقطه بعد كده محمد صلاح كان مفترض تتمرر له كور زي ما قلت لك هنا. لا خلينا نرجع للقطه اللي فاتت لحظه. بص واخد بالك في هنا ايه، مراقبه للموقف هنا ومراقبه من صلاح للموقف هنا، لكن مصطفى محمد ايوه طبعا مركز مع الارتكاز مع السيري وصلت. كمل بقى على طول، كمل يعني على طول عشان يعتبر قطع افكار كوت ديفوار البنائي. واخد بالك هنا عمر مرموش بدا يتحرك عشان يبدا يخلق الفكره ال 4 3 3. هو خلاص شاف اللعبه خرجت عن قلب الدفاع، بقى في باك يستلم الكوره. مصطفى محمد كانه بيطارد بالظبط، وصلاح بعيد خالص عن الفكره الدفاعيه، وهنا خلاص تحولت الى حد كبير ل 4 4 2 احيانا، بس حمدي فتحي هو اللي بيتراجع شويه عشان خاطر يدي العمق البسيط. تمام كمل على اللي بعده. خلاص بقى تحولنا ان احنا ايه، في جبهه واضحه جدا مدافعيه عباره عن ابو الفتوح وعمر مرموش، والناحيه الثانيه النني على اليمين، و يعني لتجنب اخطاء مباراه نيجيريا عشان برضو كده كيروش اختار انه يعمل ميكس بين 4 3 3 و 4 4 2. تمام، كان حجر الزاويه على حسب كلامك عمر مرموش، في التحول بين الطريقتين علشان يبقى احنا واحنا معانا الكوره 4 3 3 ومصطفى يبقى في القلب وصلاح في اليمين في حتته المفضله، واحنا مش معانا الكوره وصلاح يستريح فتتنقل ل 4 4 2. لا مش بس احنا، حتى واحنا مش معانا الكوره بنبدا ب 4 3 3 في نص ملعب كوت ديفوار، لكن لما يعني 4 3 3 في الدفاع وفي الهجوم، لكن 4 4 2 في الدفاع فقط. 4 3 3 كان في بعض الاحيان كنا بندافع بيه، التحول ده كان يعني محاول على عمر مرموش. القصه بقى هنا ونفس القصه هجوميه زي ما انا كنت بقول لك دفاعيا، هنا هجوميا 4 وبعدين 3 وبعدين 3 برضو على يعتبر تقريبا الى حد كبير على نفس الخط. طبعا مع اكتمال الهجمه او دخول المنطقه الهجمه لحيز التنفيذ بقى الفعلي، الثلاثه دول بيقربوا جدا، وهتشوف عمر مرموش كان بيعمل ايه. الراجل بيخش وبيقطع بيقرب جدا للثلاثي، هو اللي كان عنده التضحيات البدنيه. عمر مرموش كان دفاعه بشكل كويس مهم جدا زي ما قلنا، احنا طول الوقت بيراقب اللعب هنا ومستمر في مراقبه اللعب بشكل قوي. لكن عمر مرموش كان فكرته كمان ان هو بيرد في المرتده بسرعه جدا. كمل على طول اللقطات هتلاقي ان احنا دايما فكره الاربعه احنا برده مستمرين هنا 4 4 2 وصلاح، هتلاقي مصطفى محمد هو اللي مشغول بالكوره لكن محمد صلاح بعيد عن الكوره. كمل على طول. طيب احنا بقى هنا دلوقتي وعملنا ايه دلوقتي؟ ايه الفرق ما بين نيجيريا وما بين يعني كوت ديفوار؟ بالظبط بين الخطوط. احنا بين الخطوط دي كانت نيجيريا بتلعب بيها لما يعني بهدلتنا زي فكره يا خليفه. نيجيريا بتلعب 4 4 2، كوت ديفوار بتلعب 4 3 3. 4 3 3 يعني عندك 3 في خط النص وعندك 3 في خط الهجوم. الثلاثه بتوع كوت ديفوار ما فهمش فقط الا فرانك كيسي شويه اللي هو لعيب بيلعب بين الخطوط. طب هو ده يعني انت شايف ان خروج كيسي بقى في الحاله دي يعني ما انا طبعا كيسي فرق معانا بقى الامور احسن، بس انا عايز اقول ايه، كوت ديفوار حتى وهي بتلعب بين الخطوط كان عندنا سيناريو مرسوم وانا هقول لك دلوقتي عليه في القصه دي. لكن هنا اولا عندنا ما عندناش مهاجم متحرك في كوت ديفوار زي نيجيريا. هالر راس حربة محطة قوي، لما حتى بيتراجع تراجعه مش مفاجئ سريع يعني مش بيخليك بيعمل اللي هي الحاجه المفاجئه عندنا فراغه اللي تحصل دي. مين الوحيد اللي بيستغله هنا؟ كيسي. هو هنا بالمناسبه السوليه شاور لفتوح ان هو ياخد باله من كيسي. طبعا هو مش هيروح، مش مستحيل ياخد باله من كيسي، بالعكس هو اختار الفكره اللي قلنا عليه، اختار يركز مع بيبي مش مع كيسي. كيسي ما كررش القصه دي كتير لان هو اصلا هو بيلعب بالخطوط، بس هو زي ما قلت لك مش لعيب سريع مش رشيق مش هيستغل الكره دي كتير. وحمدي فتحي هنا برده ركز معاه ان هو هيروح يضغط عليه، وبالتالي المدافع اختار ينقل الكوره. بس اللي انا عايز اقوله ايه، ان الفارق كبير. هيناتشو هنا كان بيتراجع ويفضل مشغول قلبين الدفاع، وكلمتك عن نقطه مهمه قوي في مباراه نيجيريا ايه، ان احنا افتقدنا ان واحد من قلبين الدفاع يطلع يضغط. عملناها قدام بيساو غينيا بيساو قدام السودان محمد عبد المنعم لما هالر كان بيتقدم يعني يتراجع عشان يستلم الكرة كان محمد عبد المنعم يطلع معاه. انا كنت طب بشوف كمان ان ده كان بيحصل حتى والكرة مع مصر، يعني والكرة مع مصر لعيبه مصر كانت قريبه جدا جدا من مهاجمين كوت ديفوار تحسبا للحظه التحول دي، عاملين سيناريو خاص بالكوره. يعني هو المدافع مش سارح مع الكره في رجل مصر، لا غالبا اللعيب محمد عبد المنعم بيدور على هالر، اللعيبه بتاعتنا مشغوله بلعيبه كوت ديفوار عشان تحرمهم من التحولات، وده يمكن ساعد مصر كمان طبيعه اللي انت بتتكلم فيها، طبيعه لعيبه كوت ديفوار افيال بقى فعلا عكس النصور كده. مش مفيش الرشاقه. وده اللي برضو بيرجعنا دايما نقول ساعات بنفضل ان مصر تلعب قدام فريق اقوى عشان باللعيبه حذره اكتر من المباريات الاخرى. والسيناريو هنا بيبي لاعب خط، ماكس جراديل لاعب خط، لكن لما بيبي حتى بيدخل في العمق سنه
كان فتوح معايا على طول. مش بس بقى لعيب وسط بيركز معاه، لا فتوح بيروح معاه، مش مهم اللي يحصل في هو انا بقول لك اللعيب اللي كان ملتزم جدا كمان حاسس بامان كبير يا خليفه ان عمر مرموش هيرجع ويغطي بالزبط. اي تقدم للباك وانسلاله في فكره انه لما فتوح يتقدم مع بيب بالزبط. وده اللي هنشوفه مع اللقطات. تعال نكمل بقى اللقطات هنا. هنا الكره يعني احنا بنشرح فكره منع كوت ديفوار من التسلل بين الخطوط اللي مصر عملته بشكل كويس. يبقى في سيناريو بين الخطوط بالزبط. هنا هالر تقدم، مين طلع معاه؟ محمد منعم. ما تسابش رغم ان هو على فكره اهو لو يعني دي عيوب مباراه نيجيريا بنتجدها بينه وبين حمدي فتحي والسولاي اللي هم كانوا في وسط العماله، فرق بينه وبين قلبين الدفاع. لو عبد المنعم هنا مش ظاهر فده يستلم ويلف بوشه وبقت حاجه خطيره. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ لو حتى في كان في تعليمات وحمدي فتحي كان اكثر تركيزا في النقطه دي، فاحنا حاطين السيناريو لو الخط الوسط ما ركزش مع اللي بيحصل وراه بالزبط. وهو ان قلب الدفاع يطلع مع هالر. ليه؟ لان هالر زي ما قلت لك مش رشيق قوي، وبالتالي مش هيهرب من عمنا غالبا، وهتستمر الامور في حد اطمئنين، ما حدش هيقطع في المنطقه اللي هتتفرغ ورا عبد المنعم وهكذا. بجانب الاستاذ الرائع ده اللي اسمه احمد فتوح. بص يا احمد فتوح هنا عمل ايه بقى؟ ضامم على طول عشان خاطر الكره ما يعديش منها بيبي. لما بيبي ضم للعمق بقى فتوح على طول راح معاه على العمق، مش مهم اللي يحصل، واهم حاجه عندي الحته دي ما تسفرش عن خطوره زائده، لان هي حتى لو نفترض ان اللعيب ده بعد كده استلم، ففي النهايه لسه هيروح ويعمل بالزبط. عرضيه، عكس لو ده استلم في المساحه دي هيروح يجيب جول. مظبوط كلام وده بيبي. فهي دي اللقطات البسيطه اللي شفناها بين الخطوط لمنتخب كوت ديفوار. لكن هنا ايه اللي حصل؟ كره متلعبت طويل على طول، فتوح على طول قام رايح تاني ضامن عندك الوقت بقى. ما هو ده مش هيجيب جول من هنا بالظبط. تمام، سلم بيبي الحجازي وراح هو ضغط على سيرجي اوريه، عمر مرموش راح جاي اكمل معاه كمان، قفل الدنيا خالص بالضربه المفتاح زي ما قلنا الجبهه اللي هي بتاعت اللي انت بتتكلم فيه كمان ان عمر مرموش يعني غير تهديسه العارضه، مش الكره بس وهي الكره معاه، لا وكره هو مش معانا كمان رائع. عمل دور مباراه كبيره جدا، وخصوصا هو سنه صغير استفاد من الحته دي. الميزه هنا كمان ايه يا خليفه؟ عمر مرموش لما لعيب مثلا، في ناس كتيره بتأدي واجب الدفاعي بس قدرتهم على ان هم يكملوا في الواجب الهجومي نفس الكفاءه مش كله، لا بيبقى تعب. ممكن المدرب ارجع خلاص اللعيب بيرجع، طب الهجمه المرتده ما اشوفوش ما لقيهوش خلاص خسرته بدنيا. لكن عمر مرموش ما شاء الله كان حاضر دفاعا وحاضر هجوم. كمل على طول اللي بعده هنا برضو بين الخطوط، محمد عبد المنعم مقدم خطوه عن حجازي عشان يراقب سباستيان هالر. كمل نفس القصه هنا برضو، كل حاجة هنا كل حاجة السيناريو هنا واضح عموما، ان الفكرة انه بين الخطوط محمد عبد المنعم، بص طالع مع الشوط الثاني هنا بين الشوط يعني بس بتكلم على محمد عبد المنعم مع هالر لغاية نص الملعب، ما عندوش مشكلة خالص. هنا بيبي طبعا يعني عايز زهق من كتر التحصيلات الدفاعية المميزة جدا لمنتخب مصر في هذه النقطة. تعال نشوف اللي بعده على طول. بص محمد صلاح فين بالمناسبة؟ محمد صلاح كان في الطرف خالص، مش بيشارك دفاعيا إلى حد كبير، ودي تعليمات مش عشان نقول تخاذل والكلام ده. هنا بيبي بيلعب بالخط من الخطوط، احنا مستمرين في الفكره دي بس عشان نوضح للناس حجم العمل التدريبي اللي كان بيحصل في المباراه. بيبي اول مره بيدخل في العمق شويه، اللي حصل فتوح على طول ضاغط معاه على طول، وعمر مرموش الامان معاه هنا خلاص انتهينا. فتوح وان كان ممكن اعتبر الكره دي كانت فاول يعني، لكن هنعديها، لكن ضاغط عليه مش سايب له فرصه خالص ان هو يستلم. ما بين بص ما بين برضو المسافه اللي الى حد ما كانت برضو في بعض الاحيان كانت تبقى مكشوفه ما بين ثنائي الوسط، لكن المره دي كان هنا النني مش حمدي فتحي اللي طلع ضغط هنا، وبنفس الفكره القصه راحت للامان والامور مشيت على خير. ده انت كده بتشرح اللي هو ايه زي ما قلنا كده ايه اللي انت اتكلمت فيه كله ده، ازاي تجنبنا مشاكل مباراه نيجيريا دفاعيا، ومنظر فريق مصر في الحاله الدفاعيه كان عامل ازاي، 4 4 2 والتنوع بين 4 3 4 3 3 و 4 4 2 واخدان بالنا من بين الخطوط، تقدم محمد عبد المنعم، فتوح كان بيراقب المساحات. ده الاداء الايه؟ ده الاداء الجماعي. لا اداء مش الدفاعي، الجماعي. تعال نشوف الفردي كمان بالظبط. معانا فتوح هنا برضو مركز مع الكوره بشكل كويس جدا. تعالى بقى نكمل على طول. فتوح كان دايما مقفل جدا. هنا بقى بيبي يا خليفه راس مال اي حد بيتفرج، اي حد يعني اي حد بيتفرج على الدوري الانجليزي، راس مال بيبي مش انه يخش في المنطقه دي ويلعب عرضيه، ممكن يعمل يخش ويشوط، يخش لجوه على طريقه اريل روبن يعني ويشوط. فحتى في اللقطه دي فتوح بص معايا ضاغط عليه ما بيمنحوش فرصه، حتى لما بيبي زهق قام باصي الكوره لسيري اللي حصل، قام برضه فتوح حاطط عامل البلوك وطلع الكوره. فتوح عمل مباراه هايله جدا. ننتقل للاعب اخر اللي هو عمر مرموش، دفاعيا برضه وهجوميا هنشوف يا خليفه ازاي عمر مرموش كان مميز جدا في هذه النقطه. بص هنا سبرنت مع سيرجي اوريه على طول، كمل سبرنت بنفس القوه، مش هسيبك ابدا ان انت تفرد وتستفردوا انتوا الاثنين بفتوح، احيانا استفردوا بيه في بعض الاحيان بس لقطات بسيطه وكان فتوح هايل فيها. هنا هو ما لحقش الكوره لكن خلاص قفل الكوره، وعمرو السولاي كمان زابد معاهم، قفلنا القصه خالص على لاعبي كوت ديفوار. هنا برده نفس القصه، عمر مرموش موجود في كور كتير، كذا كوره قطعها برده موجود بالاداء الدفاعي، وازاي ان هو ياخد باله من اللي بيحصل وراه، قطع كوره هو اللي كمل المرتده، وبالمناسبه كمل وراه وعمل سبرنت مع
مصطفى محمد. ننتقل بقى اللي انت بتتكلم عنه. انا عايز يعني ايه شكل الهجومية. مصر هجوميا بقى احنا خلي بالك في نقطه، يعني احنا اما طلعنا كوت ديفوار خدنا منها كاس الامم في 2006 وما خرجناهم في 2008 على قد المباريات دي كانت ملحميه وجيل كوت ديفوار كان تقيل جدا، ولكن احنا كنا بنستقبل اللعب في اغلب اللحظات رغم ان انت يعني فزت في 4-1 يعني يبدو المباراه انها حاجه يعني خرافيه. انت لو شفت سير الماتش نفسه كميه فرص كانت كتيره جدا لكوت ديفوار. احنا على قد ما منعنا في المباراه دي فرص كوت ديفوار، لا احنا منتخب مصر كان ليه شكل هجوميا مميز جدا، بالعكس مصر هي اللي كانت تستحق تخلص الجيم اصلا في الملعب.